السلام عليكم. دلوقتي هنعمل عرض تقديمي من خلال ان احنا هنكتب جملة معينة، وليكن مثلا سمارت سيتي دمشق، بدل شات جي بي تي بقى في شات بي سي جي، بدأ يعمل لك اهو الشرايح، ما هي المدن الذكية، ايه اهم النقط اللي انت المفروض تتكلم فيها، بدأ يحط لك الصور، تعريف بالمدن الذكية، كل الحاجات دي بقت جاهزة في ثواني، مجرد بس بتكتب ايه الحاجة اللي انت بتفكر فيها، عمل لك البرزنتيشن كله، وتقدر تعمل له اكسبورت، سواء انت عايز تعمله بي دي اف على طول او تعمله بي بي تي اكس. هو ما تقدرش تعتمد عليه 100%، لازم جزء بشري. يعني كاسباروف لما كان بيلعب شطرنج والانسان الالي غلبه، او يعني الذكاء الاصطناعي غلبه، قال لك احنا لازم يبقى في دمج بين الاثنين، لازم ناخد المعلومات اللي هيديها لنا، هو كده وفر علينا جزء كبير من الطريق، لكن لازم انت تشتغل عليه عشان ما حدش يقول انا بعتها للمدير والمدير طردني من الشغل. لا، هو حط لك الخطوط الرئيسيه، قطع لك نص المشوار، حطك على قارعه الطريق او على بدايه الطريق وانت بتكمل شغل، لكن هو وفر لي وقت. يعني انا قبل ما ابدا برزنتيشن خلاص انا عرفت الاوتلاين اللي انا هتكلم فيها، حط لي شوية صور ممكن استفاد منها وهكذا.